صباح الفل يا سعالي. صباح الفل يا سردينة. افتح الراديو. خير؟ افتح الراديو بس. عمر. يا ابني هو سر طاقية الإخفة؟ ما تقول لنا لممنا حوالين الراديو ليه؟ اصبري يا ماما. الملك جرى له حاجة؟ كان زمان عرفت. كنت عرفت منين؟ إيه؟ بتقائم مقام سردينة ولا من باشا سطوح؟ الله. بيان الإذاعة المصرية. بيان على الصبح كده؟ بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ألف نهار أبيض تلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. ليلى حبيبتي عايشة لحد ما شفنا اليوم ده يا ليلى. زمان علي طاير مستعد طبعا، حط روحه على كفه هو زمايله لحد ما ربنا نصرهم. أنا مش فاهمة أنتم مبسوطين ليه؟ مش هنبقى مبسوطين ليه؟ أصل إن كل المصريين هيرحبوا بالخطوة دي. انت ايش عرفك بقى ان اللي جايين دول مش زي خليل وابنه؟ بيقولك الجيش يا ماما، يعني علي واخواته، مش خليل والناس دي. الله اعلم. تسمحي لي اسالك سؤال؟ اتفضل. يزيد فضلك، هو انت ليه ما بقتيش تعرفي تفرحي؟ وانت بقى من الضباط الاحرار دول يا ابي؟ لا للاسف ما عرفتش انضم ليهم، كان نفسي. ومين القائد بقى؟ هو في غيره؟ اللواء محمد نجيب طبعا.